كافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة روان بن حسين. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة من الكويت للبنان. روان هلأ وصلنا لفقرة الخيار إليك. بهالفقرة رح أطرح عليك مجموعة أسئلة وكل سؤال بيتضمن ثلاث خيارات، بدك تختاري جواب واحد بس بتبرير جملة واحدة. يلا قد التحدي؟ يلا. ما فينا نعمل سكيب ولا سؤال ولا شو حتقبرني مثلا؟ لأنه السيستم ما بيقلب على السؤال الآخر. ما خصني سيستمك تختار أنت. يلا سؤال الأول، أكثر شيء بخوفك من تجربة الزواج مجددا؟ الخيارات هني تعرضك للخيانة، الإصابة بمرض جنسي، أم أنك تخسري بنتك لونا؟ أن أخسر ابنتي. أن أخسر ابنتي. فإذا منضوي ثالث خيار، ليش ممكن تخسري بنتك في حال تزوجتي؟ يعني ما لقيت إجابة أخرى. مرات في قوانين إذا تزوجت المرأة تسقط عنها حضانة الطفل، بعتقد هذا قانون موجود، بس ما بعتقد لما يكون في اتفاق ودي ما بين أنا وطليقي إنه حضانة البنت عندي، ما بعتقد هذا ممكن شيء يصير. يعني ننتقل لسؤال آخر. يلا. أوافق على الظهور كعارضة أزياء في كليب؟ الخيارات هني وائل كفوري، راغب علامي، عاصي الحلين. راغب علامة. فإذا منضوي راغب علامي ليه؟ لأن أبنائه ومرته أصدقائي. بس كرمالي واسطة. أنت أداة كبيرة عم يطالع ابنه بسبب إطلالاته لأي علامي أو حملات تنمر. واو كمان. أنا فخورة فيه، هلأ عامل فاشن شو لجورجيو أرماني. صح، وصل العالمي وإحنا عم نحكي شو لبس روحوا عملوا شي بحياتكم أنتو. وأنا من هالمنبر كمان ومن كتاب الشهرة بدي أقول إنه نحنا لازم نشجع أي موهبة جديدة. طبعاً. بالنهاية اسم لبنان هن اللي عم يحملوه. ولدنا ولد كل العرب. يا. سؤال آخر، أسرق نجاح هذه الفنانة، عينك على مين يا روان؟ شو هالأسئلة؟ الخيارات هني ما قلت لك تحدي، تسرقي نجاح إليسا، نانسي عجرم، أم هيفا وهبي؟ نانسي عجرم. نانسي عجرم، ليه نانسي؟ أغانيها وستايلها قريب مني، يعني تشبهك أكثر. تشبهني أكثر بالستايل، وعندها بنات مثلي. على أمل تصيري يصير عندك لبنات. أرشيف مثل نانسي وتصيري أم لبنات. سؤال آخر، سؤال بيقول ثروة روان بن حسين، الخيارات هني تخطط ل 2 مليون دولار، أقل من 1 مليون دولار، تخطط لثلاثة مليون دولار. تخطط 3 مليون دولار. ما شاء الله، الله يزيدني والله يرزقك. الله يزيد ويبارك. ما بتخافي على هالثروة؟ يعني ما بتفكري إنه أنا ليش أخاف عليها إذا أنا عم بستثمرها بأشياء صح؟ يعني أستثمرها بعقارات، بفندز، بأسهم، بذهب، بمشاريع أنا شريكة فيها. بس ما بتعيشي قلق؟ يعني اليوم أنا إذا معي مبلغ مالي كبير، ايه؟ بخاف إني بين ليلي وضحاها أخسر هالمبلغ. يعني بقول حياتي كيف من بعدها رح تصير، مثل ما خسرنا بلبنان يا روان، مش بعيدة هالقد. راحوا مصرياتنا كلها. بس بدي أقول لك شيء، اليوم إذا أنا عايشة عندي استقرار مادي وعندي فاونديشن، ما أنا قلت لك وأنا حامل ما عندي فلوس. صح. I sold my watch لأصرف my daily stuff. فلما الواحد يجمع ويستثمر هني وهناك ومشروع هني وشيرز هني، انا رايت فاينانشال ادفايزر كمان، ما بتخاف الحمد لله. وبعدين يعني كل شيء بايد الله، وعلى امل خوف على امل هالقصه تكون قصه ملهمه لكل حدا عم يسمعنا، انه انت اضطريتي تبيعي جوهره من مجوهراتك كرمال تسندي حالك، واليوم ثروتك تخطط لـ3 مليون، قد ايه هي على القد؟ لا عاد ما خصك، جاوبنا عشان يروح النكست كويستشن، بس ما خصك.